مباراة صعبة امبارح لكن قدروا ان هم يفوزوا فيها، حابب تقولي النهارده على الجيم المميز ده؟ لا طبعا الحمد لله، يعني دايما هو الفريق الباسكت سيدات النادي الاهلي فريق مميز، دايما بيقف في الصدارة ودايما برقم واحد، لسه واخدين دوري مرتبط يعني، فالحمد لله برضو النهارده لمنطقة القاهرة وان شاء الله باذن الله بقى افريقيا، ويعني ان شاء الله هو فريق مميز ودايما بيبقى في الصداره، فان شاء الله يعني احنا وراهم وفي ظهرهم ونشجعهم وربنا يوفقهم دايما ان شاء الله. من الاشياء المميزه اللي بتجدد الدوافع على طول عند البنات دي، ما بنشوفه مجلس الاداره بيبقى متواجد وبيكرمهم، بتنعكس عليهم بشكل كبير جدا، بتشوف الكلام ده ازاي وبيحملهم كتير جدا يا استاذ محمد؟ اه طبعا، لا ده دورنا، لازم نكون متواجدين معاهم، لازم نكون في ظهرهم ونشجعهم، ولو في اي حاجه او اي مطالب مشاكل عندهم لازم نبقى في ظهرهم، لان في النهايه كل الفرق اللي بتمثل النادي الاهلي ده واجب علينا ان احنا نكون في ظهرها، اي فريق بيمثل النادي بيحمل اسم النادي، هو في النهايه لما نيجي نقول مبادئ الاهلي او روح الفانيله الحمراء ده بيبقى في كل الالعاب يعني مش بس كره القدم يعني، ان شاء الله ربنا يكرمهم دايما. مبروك جزيل من الانجاز. شكرا.